السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الجميع. رحلتنا هالأسبوع قصدنا فيها أن نمر موارد النفوذ الغربي. طبعا معلوم لدى الجميع أن النفوذ الكبير غربي وشرقي. الغربي هو اللي يسار الخطوة طالع من الحائل للجوف، والشرقي اللي يمين الخط. المنطقة هذه المنطقة طبعا النفوذ الغربي أكثر وعورة، أكثر وعورة من الشرقي. أيضا الغريب أن موارد الماء اللي فيه قليلة وتاريخها قريب، يعني من 20-25 سنة وجاي عمر الموارد الماء. أما بالنسبة للشرقي حفر برخيص له فوق 200 أو 250 سنة، يعني يبدو أنه ما كان مأهول أبدا بهالحالة من أول، يعني يجون وقتها الشتاء ويرجعون ما يقعدون به. دخلنا طبعا مع جبة، دخلنا من جبة ومشينا 30 كيلو طرق برية. لمين وصلنا؟ إلى مارد الأول اللي هو مارد أضريبين. ما شاء الله موقعنا عند مارد أضريبين، طبعا من موارد النفوذ الغربي فوق جبه. طبعا ما شاء الله ملوحته حلو بالحيل، ملوحته 300، يعني يعتبر حالي ما شاء الله. كفو 300 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نعبي من طلق التانكي بسم الله. هذا حلو اذا ما انت عداه. يا الله يكتب اجرهم يجزاهم عنا خير الجزاء، الله يجزاهم خير. ما وصل النفود نحصل له. بعده توجهنا منه باتجاه تقريبا الغرب الى مارد العسل. طبعا أضريبين قلنا بالمقطع تشرح له انه اسمي أضريبين عشان جباله اللي قبلت عليهن كأنهن ضربوه. طبعا مسمي المنطقة أضريبينات على هالجبال دي، يقول من بعيد لشفته كأنه ضربون. وأما مارد العسل فسمي على فخذ أو مسمى العائلة من شمر. ملوحته كم؟ لازم نمرين على مارد نقيس ملوحته الفائدة، وعشان أبغى نعبي نعرف إنه كم أبو حمد؟ نفس ذاك 300. وبعد بعد العسل توجهنا الى تقريبا بجهة الشمال الغربي، قصدين مارد الشمال. مارد الشمال، وهذا مارد الشمال طبعا شمالي تقريبا او شمال. ما شاء الله هذه ملوحة ماء الشمال 245 ما شاء الله الكريم حلو. الشمال السويدي. ثم بعده توجهنا لجهة تقريبا الشمال الشرقي الأبرق رابعة. وعليا عطش يعني عجيب، فبدأت ترضع نفسه يوم جو لما ولا شافه من العطش ترضع نفسه، فسمي الجبل أبرق رابعة. وهذه تقريبا هي موارد الماء بالنفوذ الغربي، باستثناء اللي تكون على الخط اللي هو مثل المقنات وغيره، لكن هذه اللي وسط النفوذ أو داخل رمال النفوذ الغربي.